طبعا الكل ممكن يعمل بشغف او يحب شغله، لكن في اشياء ثانيه يا عبير ممكن الواحد ممكن انه هو يعطي اكثر. زي ما احنا عارفين انه العمل بشغف وحب للمهنه دائما تكون مختلفه. هذا اللي راح نتكلم عنه مع ضيفه الاستديو دانيا عجينه، لما قررت ان هي طبعا تخوض في مجال الكيك وتصنيع الحلويات وتزيينها بشكل مختلف. فاسمحوا لي ارحب بها. اهلا وسهلا بك شيف، كيف حالك دانيا؟ الحمد لله تمام. انا مستمتعه. أنا كيك كمان. كيك كوزينة، فأنا لأول مرة وزيني. أيوة بالضبط. فإذا تسمحي لي أنه حشاركك في التزيين. أكيد. قبل لا ندخل في هالتفاصيل، أنت شاركيها في التزيين. طيب خلاص ماشي. يعني أنا ما شاء الله شايفة معك جايبة كثير من الأشياء اللي تخص تزيين الكيك، لكن خليني أسألك في البداية، حبك للشغف ده لهذا النوع من أنواع الطبخ تحديدا، وأنت تزيني ما شاء الله. أوكي. أنا مرة حبيت اي شيء يخص الكيك من وانا صغيره، فحسيت مو مجرد كيك انت مثلا تسويها، هو شيء حلو. يعني زي كانها لوحه تبي تبرزي شيء مره حلو، يعني اكثر منك انت تستمتع باكله الكيك، عرفتي؟ صح. فحسيت مره حلو الواحد يبدع في الكيك ويرسمها ويديها يعني شكل، كانها شيء تعرضيه. يعني اقول لك حاجه يعني مهمه، بياخذ وقت تزيين الكيك؟ طبعا ياخذ وقت. طبعا انا اقول لكم حاجه، انتم الاثنين الله يسعدكم بما انه ياخذ وقت. انت حتشتغلي معانا كمان. انا كمان اوكي. انا ممكن اقول لكم ايش نسوي، بس انا ما اعرف، بس هحاول معاكم اضبطها. نبدا نشتغل. اي تمام. بس انا كنت حابه اسالك يا دانيا، بما انه احنا الحين عندنا كيكه جاهزه بس باقي انه احنا نزينها بالعاده. أيوة. قبل لا تبداي بتزيينها ايش اللي بتسويه بالضبط؟ مثلا هل بتعملي زي رسم على سكتش؟ ايش الفكره اللي حابه تطلع فيها بالكيكه؟ وايش التحضيرات اللي لازم تستعمليها؟ اوكي. اول حاجه انا اسوي الكيكه من البدايه. أوكي. يعني انا ما اجيب خليط جاهز زي كذا. ده شيء مره مهم. شيء عشان تطلع لذيذه مره مهم. أوكي. من جد. أيوة. وجلست فتره كبيره اخترع في البيت لين ما وصلت لكيكه الحمد لله مره عجبت يعني اللي دقوها. الشيء المهم التزيين الكيك من جد يبغى له مره يعني تكوني شيء انت تحبي تسويه، عرفتي؟ فلما تحبي انت شيء تقدر تقدميه. صح. أيوة. وبغى لها طولة بال مرة. أنا الكيك هو اللي خلاني طويلة بال. أنا من كل والله العظيم أنا ما كنت يعني عندي طولة بال، فالحمد لله. بس أوكي علمك الصبر الكيك مرة، بس أهم شيء أنه أنت ما اكتسبتي وزن من ورا الكيك. الحمد لله. أنا إذا هزين كيكة بتأكلنا. أنا إذا هزين كيكة لازم آكل. أيوه من جد زي ما أنت قلتي، أنا أجلس أكل بس ما آكل. أوكي. أيوه ما أقدر يعني صراحة أسوي كنترول. أوكي نبدأ. اوكي. شفت شيء هناك ما ادري اصلا اذا هذاك اكل ولا لا. ترى اكل ده سكر انا اعمله كانه حجر. شوفي. طيب معلش انا هاخذ واحده بس عشان يوريهم للمشاهدين. ايوه كانه حجر ما ادري هي مبينه ولا. هي طبعا معموله بالسكر. طيب وطالع كانها كريستالات بس باللون الموف. كيوت كذا مره شكلها. أيوة. كثير وده حلو. كمان تطلع حلوه. ده انا اسويه. أيوة. يعني من البدايه. وده كمان شوفي الاحجار كلها انا سويتها كانها كريستال زي الكريستالات. أيوة. صح. حلو. زي البلور. وسويت ده الورق. شفتي كيف الورق المذهب؟ ايوه. فانا اسويه بنفسي بس بلون ذهبي مش ورق ذهب. لا بلون ذهبي. أيوة. اوكي تمام. طيب دائما الكيكه بيكون يعني مثلا بنسويها لما نجي نقلب الكيكه بينا. ايوه حبيتها تلزق الكيكه يا دينا. نسلقها اي تخرب الكيكه. تلزق الكيكه تخرب علي يعني انا عن نفسي يعني شوفي احاول انه اخفي اللي خرب من الكيكه ده بالزينه. يعني انت. أيوة. لما تسوي كيكه. ايوه انا عن نفسي عبير. ايوه. فانت يعني بشكل او باخر ايش الاشياء الاساسيه اللي ممكن تكون موجوده انه احنا نخفي مثلا اي عيب في الكيكه؟ تقدر تقولي التركه دي؟ يعني ايوه طبعا اكيد بالايسنج الفروستنج تقدر تخبي اي شيء في الكيكه. ايوه حلو. وتبدعي وتسوي زينه تحفه وهي الكيكه من جوا يعني يعني حدث ولا حرج يعني شكل فقط. بس شكل بس قولي. انا من جد يعني مره تعبت حتى اوصل على كيكه مره تكون فلافي ولذيذ زي ما انت قلتي دحين ريحتها مره حلوه. ريحتها لذيذه يا جماعه. أيوة. انا اسفه انه انتم ما يمديكم تشموا من جد. معلش. والاهم من ده لما تزين الكيكه وتعتبريها كانها من جد لوحه فنيه. ترى انا لما اسوي الكيك ازينه مره احب احد يقول لي من الزبائن خلاص انت زيني. طب يلا
يلا يلا انتوا زين. بسم الله. طب دحين الكيكه انا جهزتها وطلعت من عندها الكيك هنا حطيت عليها الايسنج. انت طلعتي من هنا هذه عمدا؟ انا بالعمد. انا قلت يمكن طاحت مني. لا لا انا بالعمد. الحين حابه الصق عليها. بدات تلصق عليها قطع السكر اللي انت سويتيها. تمام. في اوريدي مواد مشاهدينا اصلا للتزيين موجوده في السوبر ماركت، بس كمان الاشياء الطبيعيه اللي احنا بنسويها في البيت انا اعتقد انها افضل صحه يعني صحيه اكثر، خصوصا لما يكونوا الاطفال هم مثلا اللي هياكلوا الكيكه دي. شوفي اكثر شيء انا حبيته في الموضوع ده انه زي ما انت قلتي كل شيء اسويه انا في البيت. حلو. يعني حتى زين الكيك انا اسويه عشان يعني توصل للناس انه كلها يعني شغل بيت، عرفتي؟ ايوه. وده السكر ترى مو موجود في جدة. اوكي. رؤى ايش ممكن تساعدك فيه؟ بس اخلص احط الحجر. الحين احط الوان لاني شفت الوان انا وميكسينج فظيع هناك. الحين حتشوفي. اوكي. بلاحظ انه في الاشياء اللي انت تحبي تصمميها دائما تطلع بافكار غريبة. أيوه. يعني شفت حاجة كيكة وفيها بروستد من فوق على فكرة. ايوه من جد. وشفت كمان حاجة فيها اندومي. كيف بتجيك هالافكار؟ شوفي انا دائما احب اسوي شيء يعني غير عن الباقي. أوكي. احب يعني اسوي شيء يتميز، عرفتي؟ فلما جاتني فكره انه اسوي كيكه، طبعا كل الناس سالوني ايش جوه الكيكه، يعني توم كيك ولا ايش؟ هي لانه كيكه وفيها بروستد من جوه. ايوه ترى هي ترى هي كيكه. يعني هم يبين معاهم في التصوير صح لما اسوي. ايوه باين. نقلبها شوي. اوكي دحين انا حطيت الحجر. ايوه فهي الكيكه كيكه في طعم فانيلا كرامبل. كيك من جوه طبيعي. كيك من جوه العادي. بس اللي بس من برا هو الشكل الاساسي. أيوة. يمكن يكون كمان يخص ثيم معين، عارفه رؤى في ناس مثلا تقول لك مثلا تبغى مثلا تسوي كيكه الشخص صاحب مطعم مثلا او مدير مطعم. صح. فممكن كمان تالف هذه الاشياء بتكون من جد حلوه. مره حلو من جد. بقول لك انا الكيك لما انت تسويه تحق لك تزيني، لا تزعلي. اي انا مره زعلانه بستنى دوري. لا لا لما انت تسويتيه من جد يعني هي الناس مره تنبسط على الشكل اكثر من اي شيء ثاني، عرفتي؟ صح. فمره حلو الاهتمام بالشكل وتسوي لهم شيء مره غريب. والله انا اهتم بالطعم اكثر. أنا الاثنين. الناس اللي أنا الاثنين. أوكي صحيح معك حق يعني. أيوه. كمان الشكل هو يشدك. صح. لهذا كل شيء يعني. أيوه. بس أوقات للأسف الشديد يعني في مطاعم بتخون يعني. صح. الشكل يكون حلو والكيكة مش لذيذة. أيوه. أو فيها سكر مرة كثير وهذا اللي يكون يعني ما تذوقي طعم كيك قد ما بتذوقي طعم سكر. أوكي. نفس هذه ولا بالأبيض؟ لا بدي دحين أنا حاحط الأبيض بعدين. طيب. انت هذا الحفر انت تعمدتي انه انت تشيليها على اساس انا سويتها. ايوه. ولو تحب دحين اعمل لك كمان حفره عشان نرجع نحط. لا انا ما ابغى خلاص يعني نروح نسويها كانها زي شفتي الاماتيست. كانها اماتيست. حلو صراحه. طيب. متعب صراحه. ايش كمان ممكن تكون في اشياء يدينا تكون مبينه تساعد على التزيين غير انه مثلا انا اقدر اصنع سكر ده في البيت؟ اوكي في اشياء مره كثير. عالم التزيين من جد بحر وممتع جدا جدا. ودحين صار الكيك شغل الكيك زي اي شيء يعني زي مثلا التصاميم الملابس تشوفي ايش جديد نازل. أيوه. فانت تمشي معهم، عرفتي؟ انا حطيت حجراتي. أيوه. عشان بس تكسب الوقت كمان. ايش اللي حنسوي بعد كده؟ دحين ححط الحجر ده بسرعه. يا جماعه انا شايفه هنا معاها ادوات ومعدات يعني عشان الكيك. في فرش غير فرشه المكياج. دقيقه بس اطلع. ايوه هذه مخصصه من جد اتوقع انك ترشي عليها شيء. صح ايوه الجليتر. انا شاطره بس ما بسوي كده في بيتنا والله. اوكي دحين انا حسوي بسرعه. دحين انا بحط حواليها دي الحجر عشان تعطيها جمال يعني. أوكي. شفتي نفس الحجر ده؟ دينا خلي رؤى تحط الحجر هذا وانت ممكن تسوي لنا الخلطه لانك طلعتي اشياء كده هتلوني كنتي. ايوه دحين حلوين. اوكي. اوكي حبيت الحركه هذه. حبيتيها؟ ايوه. كده باين كانها مكسره كان. أيوة. الكيكه قطعه او فازه. نايس. حلو. ولازم طبعا تكون دي الماده على الكيكه عشان الادوات. أيوة. او الزينه بشكل عام. وشوفي دحين احنا تثبت. بلدنا الجو حر. فعشان كده انا وصلت لايسنج يعني فروستنج اللي تغلف فيها الكيكه تكون تقدر تتحمل الحر.
انت سويتيها؟ انا سويته ايه بنفسي. يعني عشان لما توصل للزباين لو صار ما في تكييف بالسياره عندهم مثلا، عرفتي؟ فيكون الكيكه خلاص توصل زي ما هي. نايس. خليني اسالك يعني دانيا، انت كمان مدربه صحيح؟ ايوه صح. كيف بتشوفي قبول الناس في البنات تحديدا او حتى الصغار في السن؟ اتوقع انهم كثير يستمتعوا بهالاشياء اللي يتعلموها تكون جديده. ايوه مره، ايوه لقيت مره قبول ما شاء الله، وكثير يعني ناس يحبوا يتعلموا تزيين الكيك ويدخلوا في ذا المجال. ليه علاقه بالتزيين مثلا الاكلات الثانيه العاديه؟ الصحون مثلا صحن السلطه، صحن الكفته، اي صحن اكل عادي يعني جوعانه انا من جد. بس انا احب اكثر شيء تزيين الكيك، ما احب تزيين الاطباق صراحه. أيه. والله يختلف يعني مره يختلف. ايوه مره يختلف. طب سوري نحن عندنا تقريبا 4 دقائق، خليني اساعدك. خلاص انا تقريبا خلصت. خلصتك؟ أيوه. طيب خلص. ايش اخلط لك؟ ولا شيء، بس انا مجرد حلون وخلص. شكلها داني تحب كل شيء تسويه بايدها. ايوه ما تحب لاحظ كل شيء كذا بايدها عشان يطلع شكله حلو. انا بس يعني حبيت اني يعني اشاركك وفي نفس الوقت تساعدي يا عزيزتي. خليكي تعالي. طيب تبي تشيلي الحجر بس الكبير وحطي صغيره. حاضر. حطي الصغار عشان هو مكان صغير. اوكي خلص انا ححط دحين. استنى خليني اختار حجرات صغيره. مرة كبار حاطه كنتي. ما انا كنت ابغى اعبي الفراغ، احس بكل ما كبر كل ما كان احلى، طلع على العكس. هي رؤى تبغى يعني تحاول انها تزين باكبر يعني قدر ممكن احجار ممكن عشان يمدينا انه يطلع. احنا دحين تقريبا خلصنا. اوكي انا عملت بس مجرد فتحتين. ايش اسمه لل طبعا هذه الوان عاديه كلها حقت اكل صح، طبيعيه حقت اكل. أيوة. صح كلها حقت اكل. شوف دحين ايش حنسوي. ممتاز. دحين احنا حنبدا نلون ده الحجر نفسه بتلونيه باللون الذهبي. أيوة حنلونه ذهبي عشان تعطيها لمعه مره حلوه. ممكن نقلبها شويه. ايوه ايوه تقدري. سوري. اوكي كده كويس. تمام. واو التتش الذهبي فظيع مرة. أنا مرة أحب شيء ذهبي، يعني أي شيء ذهبي يدي لمسة مرة حلوة. حخليك تلوني الثانية. هي ما تبغى تزعل رؤى يا جماعة. ما بزعلها. حسيت تعرفي زي إيش؟ زي ما مثلا تكون قاعدة بتدي دورة طيب أو بتدرب أحد في أحد صغير قاعد كذا يعني بيزين. أبغى ألعب أفحص. أوكي دحين لوني الحجار اللي حوالين دي. طيب بس دي حطيها كده وسوي كده. وفي عندك بودره ذهبيه برضو. ايوه دي اللي انا لونت فيها دوبي الاحجار. انت لونت الاحجار بالبودره. اوكي أيوة. لانه معاكي ورق. اوكي ده الورق دحين ترميه كده على كيفك عشوائي كده، عرفتي؟ يعني تسوي كده. انا جايبه معايا دي احطها بس خليها عشان لما تخلي. شفتي لونتها؟ والله مره شاطره صراحه. والله برافو عليك. بس انا بس حقيم دوله معليش. اي ما هي حابه الحجرات اللي قاعده احطها عشانها كبيره شوي. ايوه صح كلامك. أيوة. معليش والله بشوف لك مره حلو. عادي احنا بنتعلم اهو. لازم تحطي صغير عشان المكان صغير. اوكي اوكي بس ما شاء الله عليكي فنانه. اتمنى اتمنى. عارفه ليه؟ لانه من جد لا ما حقروا، لانه انت كنت بخرجتهم بشكل كده بارزه كمان. ايوه بارز. لازم ما تكون بارزه. أيوة. لا بس حلوين. أيوة. حلوين. شفتي جيم اوف ثرون؟ ايوه. شفتي كيف الكرسي؟ ايوه كذا طلعتيهم زي الكرسي حق جيم. لا ايش كرسي؟ لا لا هي تقصد الحجر. الحجر بالعكس حطيتهم حلو والله، بس عشان المكان ضيق، عرفتي؟ طيب خلاص احنا كذا تقريبا خلصنا. هحط كذا اشياء صغيره. هذا اسمه فروستنج. ده فروستنج اللي هي تعتبر اسمها يسموها كريمة الزبدة، مرة كثير أسماء ليها. ممكن تكون فيها كالوريز كثير بس ولا بس سكر؟ لا هذه حق الدايت كمان. اوكي لا امزح. لا احنا ناكل الكيكه هذه بعد الهواء يا جماعه. لا لا انبسطت صدق. احنا هناك دايت يعني. لا اكيد طبعا. لا يعني هي لانه يعني زبده اكثرها وبيض. ايوه بس انا من جد بس ما احط زبده، احط شيء خفيف. طبعا هذا بعد التعديل. واو صارت. طب دحين التاتش. شوف ايش حنعمل. ايه يلا بسم اوكي. هحط دي. هذه انا دي انا عملتها عباره عن ورقه حابه اثبتها. اوكي هذه عبارة عن ايش؟ هذه ورقة. ورقة بس يتاكل. اوكي. لا يتاكل، قابل للاكل. اوكي؟ بس ما ابغى. اوكي؟ دحين التاتش ده اللي كانه الجلترينج هذا اللي انا ابغاه من اول. ايوه. ححطها بس كذا شوية. طيب مرة تدي لمعة فظيعة. في شيء حسب مرة بسيطة الفكرة. مرة. يعني أنا أشكرك إنه ترى أشياء جدا بسيطة وسمبل وسهلة. تسوي شيء منها مرة حلو.
انت اكيد تحبي انك تسوي اشياء زي كده فنيه بشكل عام في البيت. ايوه عشان كده يعني حبيتي هذه الفكره انه انت تزيني الكيكات صحيح؟ مره ايوه من جد. يعني انا كنت اول حاجه اطبخ، طلعت في برنامج ماستر شيف العرب وكده، فكان كل موضوع الطبخ يعني. بس لقيت مره هم بيتكلموا على الحاله اللي انا اسويه، فهم شجعوني مره كثير. ما شاء الله احنا كمان أيوة. بنشجعك ونتمنى لك كل التوفيق. من جد نشكر حضورك، شكرا لك معانا اليوم، وشكرا على الشكل المبهر هذا اللي انت سويتي لنا اياه في اخر الحلقه. خليهم يشوفوها اخر شيء. ايوه طبعا احنا لسه معاكي، ولكن لو تسمحي لي احنا انا هشكر المشاهدين على المتابعه، يعطيكم الف عافيه. احنا بكده مشاهدينا وصلنا لاخر حلقتنا لليوم، نشوفكم اكيد بكره في نفس الموعد، في امان الله.